أي مجال الحوار. يعني هناك حكومة شرعية موجودة في طرابلس، الهدف منها هو الوصول إلى انتخابات، وفي فتح مشافة متحالف مع مجموعات عديدة طبعا نقدر نسموهم، اللي هم العقيلة صالح بدون شك وخليفة حفتر، هذوما الطرفين في المنطقة الشرقية. ثم في المنطقة الغربية هناك المجموعة المحيطة بالسراج سابقا، مجموعة السراج، بقايا التحالف مش كل التحالف، وجناح من أجنحة الإخوان المسلمين، هذوما كلهم موجودين في السلطة، هذوما متحالفين مع بعض. الهدف من اللي يديروا فيه هو عدم الوصول للانتخابات باختصار شديد يعني. فلا أدري يعني على شنو يبوا يتفاوضوا. البعثة الأممية على سبيل المثال تتكلم بكل وضوح أن الهدف هو الوصول إلى انتخابات، وهذا أعتقد أن هدف الليبيين كلهم. للأسف الشديد يعني احنا يعني لا أريد أستخدم عبارات بس يعني غير دبلوماسية، لكن نكون واضح يعني الخطة كلها والعملية كلها أو الصفقة تعتمد أساسا هو أن المجموعة هذه اللي نتكلم عليها اللي تكلمت عليها كلها ترى أنها إذا دخلت أي انتخابات فستفقد كثير من ميزاتها، ولذلك أنه يبوا يحطوا فتحي بشاغة كرئيس حكومه باش ما عادش توصل الانتخابات ويكسب السلطه فيما بينهم. وانا اعتقد ان رغم اني لا اثق في الحقيقه في خالد المشري، بل اعتبره يعني اكثر من كلمه عدم الثقه كلمه بسيطه يعني في حقه، يعني المفروض ينقال عليه اكثر، ولكن حنحاول نستخدم عبارات لطيفه حد الى حد ما مع السيد المشري. السيد خالد المشري امس قال كلام خطير جدا عليه فتحي بشاغه، قال انه الرجل متسرع، وقال شيء مهم انه هو لا يهمه شيء، ما يهمه هو الوصول للسلطه. في الحقيقه هو من الواضح ان فتحي بشاغه قدراته العقليه محدوده جدا حقيقه، ولا يفهم خطوره ما يقوم به. حتى انا اقول شيء اخر، لانه ما يقوم به في الحقيقه يعني هو كارثه بمعنى الكلمه، الحكومه اللي شكلها. يعني خلينا نخش العمليه. فتحي بشاغه يعني دار نوع من الشعبيه في الغرب الليبي في يوم 4/4 عندما صرح بتلك التصريحات القويه ضد حفتر ورفضه للعمليه السياسيه مع حفتر وكذا، فنال شعبيه من كثير من كان الناس اللي كانت تقاتله وثقوا فيه. يعني خلينا من الناس اللي زينا احنا اللي يعرفوا من هو فتحي يعني. ولكن هذا هو، فعندما يدخل اي شخص في اي تفاوض سياسي، الشيء الطبيعي اللي يصير هو المحافظه على انصاره والمحافظه على موقعه. اللي صار هو العكس تماما. فتحي بشاغه مشي على اساس كما يطلق على نفسه هو انه هو الرجل القوي في المنطقة الغربية، ذهب للتفاوض مع المنطقة الشرقية باسم مصراعتها وباسم المنطقة الغربية. نعم. ليكون بكل وضوح، قدم وتحدث عن أنه بيدير حكومة وحدة وطنية، وأنها حكومة كفاءات وحكومة محدودة، والفساد والاسطوانة اللي سمعناها طيلة المدة اللي فاتت. فإذا بينا نتفاجأ أو الناس تتفاجأ، خلينا نكون واضحين، بأنه دار حكومة قريب حوالي 40 وزير، قدم فيها تنازلات كبيرة جدا لخليفة حفتر غير مسبوقة حقيقة. يعني ما فيش حد تجرأ أنه يعطي كل هذه التنازلات لخليفة حفتر. أعطاه وزارة الدفاع وتركها كقائد عام، ثم وزارة الدفاع، ثم وزارة العدل، يعني ما فيش أي نوع من المحاسبة لحفتر لكل جرائمه. ثم بعد ذلك أعطاه وزارة المالية وضم لها وزارة التخطيط في إجراء يعني منذ أيام من الجماهيرية كان غير مسموح به ان وزاره التخطيط ووزاره الماليه يكونوا وزاره واحده، واعطاهم لشخص يعني هو من اقرب الناس الى حفتر. هذه كارثه طبعا غير عاديه. اضف الى هذا انه تنازل لمجلس النواب، يعني المهم حطوني رئيس وزراء، فاللي كان يتكلم على الحكومه من 10 او 12 او 14 وزير، لقينا الحكومه 40 فيها اولاد عم اعضاء مجلس النواب، واللي شفناه يعني تنازلات غير مسبوقة. من الواضح جدا أن السيد فتحي بشاغة بشبقة ورغبته في السلطة مستعد أنه يدير أي شيء باش يوصل، وهذا اللي داره. أظهر نفسه ضعيف دليل أمام عقيلة صالح وأمام خليفة حفتر، وأنا ما يهمنيش، أنا مستعد نعطيكم اللي أنتم تبوه، المهم ما تحطوني رئيس وزراء ولو ليوم واحد. هذه كارثة سياسية بغض النظر عن شخصية فتحي بشاغة يعني، ولكن كارثة سياسية يعني أو خطأ سياسي غير مسبوق. لا يمكن جعله في موقع ضعف سواء في المنطقة الغربية أو حتى لا يعني لا مع من هو نعم أي يعني هو أظهر نفسه يعني بمظهر البيذق واضح أو الطفل الصغير حقيقة، يعني أو الطفل اللي يسعى إلى قطعة حلوى، يعني غير أعطوني نشد السلطة بأي طريقة. وما طيب يهمش. لأن المشكل في اللي صار، حتى ما زال في نقطة أخرى معلش نوضحها بسرعة، في حطوا 3 نواب لرئاسة الوزراء
ويتحدثون عن صلاحيات تنفيذية لهم، يعني حيكون تقريبا بدون أي صلاحيات كشخص هو، لأن عنده 3 نواب وزراء، وبعدين الوزارات الكبيرة كلها عند حفتر ما نعم. عدا وزارة الخارجية اللي احنا نعرف انها ما عندهاش أي قيمة في ليبيا. ففي الحقيقة اللي قام به يعني شيء غير عادي. أضف إلى هذا أفقده رصيده. كله طيب دكتور، رصيدة، نعم أضف إلى هذا، لا عفوا بس يا عبد الرحمن، أضف إلى هذا الخروج المتكرر لأنصاره على الفضائيات. في الحقيقة في كذب صريح، يعني استمعنا إلى كلام من على الفضائيات طيلة الشهر اللي فات، يعني نوع من الكذب الغير مسبوق حقيقة. يعني وكان سنستمع إلى قرارات الحدث للدفاع عنه، نعم هذا أفقده كل رصيد عنده ممكن يكون في المنطقة الغربية، ولذلك واضح أنا واضح أعتقد أن فتح البشاغة انتهى تماما. نعم.